السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أخواتي ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله واحد تاكلة ديال سمك سردين كويرات بالرز. إن شاء الله غنحتاجوا السردين، واحد كيلو لاروز ديال السردين. يمكن لكم تطحنوا في الطحانة اللي عندكم متوفرة، إذا ما كانتش عندكم يمكن لكم تطحنوها في الطحانة العادية اللي كنطحنوا فيها مطيشة. غنحتاجوا معلقة ديال التحميرة، نص معلقة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال الملحة، شوية ديال البزار، نص معلقة ديال الكمون، ربيع والثومة، ثلاثة ديال الروز مسلوق مسلقة. كنحتاجوا الفلفلة، مطيشة، البصلة والحامض التسيين. وهذه هي التاكلة ديالنا إن شاء الله اللي غنديروا فيها الكويرات ديال الكفتة ديال السردين بالحوت إن شاء الله هي والروز. من بعد ما ضفنا التوابل كامله اللي كتشوفوا السمك ديال السردين، غادي نخلطوهم مزيان وغادي نزيدوا عليهم ان شاء الله الرز ديالنا اللي سلقناه من السلقه. من بعد ما درنا العطريه للسمك ديالنا ديال السردين وخلطنا ديك العطريه مزيان وداك الربيع وديك الثومه، كنضيفوا ليهم الرز. وانتم كتشوفوا الخليط كيفاش كيولي، كيجي خليط رائع. وان شاء الله غنديروهم كويرات، من الاحسن تخليهم في الثلاجه واحد ساعه ديال المقانه حتى يبرد الخليط مزيان ويتماسك مع بعضياته، ديك الساعه عندكم شكلوا كويرات. وان شاء الله انا اليوم غندوز لكم كيفاش نديروا صوبو في الطاجين، وغنوريكم المراحل ان شاء الله. من بعد ما كنساليو التساف ديال الخضره، فما نساوش نديروا واحد الرشه خفيفه ديال الملح ورشه خفيفه ديال شويه ديال الكمون، حتى هو ما نساوش نديروا داك الرشات يكونوا خفافين ما كثروش بزاف. وعاد نبقاو نحطوا الكفته ديالنا ان شاء الله من الفوق. ومن بعد ما استفنا الكفته اخواتي، كنرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال التاكله ديالنا. كما كتشوفوا كتجي رائعه في المنظر، وان شاء الله غتجي زوينه حتى في المذاق. كنتمنى اخواتي انكم تجربوها، راه كتجي هائله. يمكن لكم طيبوها فوق البوطه ويمكن لكم طيبوها حتى في الفران، يعني كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم.